أهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا الخاصة للانتخابات الرئاسية لعام 2024. الحقيقة العديد من المشاهد سطرها المصريون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ومع بدء اليوم الانتخابي الأول الساعة 9 صباحا وقبل الساعة 9 صباحا المواطنون والناخبون كانوا موجودين أمام اللجان في انتظار فتح اللجان من أجل التصويت والمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. مجموعة من المشاهد الحقيقة اللي بتقول ان المصريين دائما في المواقف التاريخية بيكونوا حاضرين من اجل المشاركة في رسم مستقبل الدولة. من بين اهم المشاهد اللي شفناها النهاردة هو الاقبال الكبير للناخبين منذ الساعات الاولى من صباح اليوم على اللجان الانتخابية المنتشرة في مدينة السادس من اكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومنطقة الهرم من اجل الادلاء باصواتهم والسعيين نحو طبعا رسم مستقبل الدولة المصرية واختيار من يمثلهم خلال السنوات القليلة الماضية في انتخابات الرئاسة لعام 2024. إلى جانب إقبال الناخبين كان في مشاهد أخرى عديدة بتؤكد أن المصريون دائما ساعين نحو بناء الدولة المصرية الحديثة بكل مكوناتها. من بين المشاهد المهمة اللي شفناها خلال الساعات القليلة الماضية هو مشهد المرأة المصرية، المرأة المصرية اللي لم تغب أبدا عن أي استحقاق دستوري منذ عشرات السنوات، وهي حريصة أن تكون في طليعة المصوتين والناخبين علشان تقول أنها موجودة بفعالية من أجل المشاركة السياسية ورسم مستقبل الدولة المصرية. وليس أدل على ذلك من المشاهد العديدة اللي رصدناها لحضراتكم من خلال مختلف اللجان المنتشرة في محافظات الجمهورية، القاهرة والجيزة والأسكندرية وأسيوط وسوهاج ومختلف المحافظات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. أيضا المرأة المصرية كانت موجودة وبتشارك بفعالية كبيرة. إلى جانب مشهد المرأة المصرية كان هناك أيضا مشاهد أخرى بتعبر عن إرادة المصريون. من بين هذه المشاهد هو مشهد الاصطفاف الجميل للمواطنون أمام اللجان بشكل رائع وبديع وبيسير بسلاسة، وانتظام العملية الانتخابية بتسير بشكل بسيط وسلس وفقا طبعا للضوابط اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات قبل بدء العملية الانتخابية، وهي أيضا حرصت على تطبيق كل هذه الضوابط بشكل دقيق من أجل خروج العملية الانتخابية بشكل سليم. وده احنا لمسناه النهاردة من خلال تغطيتنا للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في سير العملية الانتخابية بشكل سلس وسهل. المواطنين بيدخلوا اللجان بشكل بسيط، بيقدموا بطاقة الرقم القومي او جواز السفر الساري المثبت به ايضا الرقم القومي للمواطن، وبعد كده بياخدوا طبعا بطاقة الاقتراع وبيوقعوا في الكشوفات الخاصة بالناخبين وبيستلموا البطاقة وبيروحوا يصوتوا، وبعد كده طبعا بيحطوا ايديهم في الحبر الفسفوري. عملية بسيطة تسير بشكل سهل وبسيط منذ بداية اليوم والحد النهاردة، الأمور كلها بتسير بشكل طبيعي في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024. إلى جانب أيضا المشهد الخاص بتنظيم العملية الانتخابية والسهولة واليسر في عملية الانتخابات، مشهد التأمين، رجال الأمن متواجدون خارج اللجان من أجل حماية المواطنين وتأمين المواطنين والتسهيل عليهم من أجل الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وطبعا كل شيء بيسير وفقا للضوابط الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. الأمور كلها الحمد لله حتى الآن بتسير بشكل سلس وبسيط وسهل. إقبال المواطنين بيتزايد مع مرور الوقت، بنشاهد عدد كبير من المواطنين رجال ونساء وكبار السن أيضا حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية هنا في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. وأيضا زملاء المراسلين من مختلف المحافظات نقلوا لحضراتكم العديد من المشاهد من مختلف محافظات الجمهورية اللي بتؤكد على المشاركة الكبيرة للمصريون وحرصهم الشديد على المشاركة بفعالية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024. انتظرونا لمزيد من التغطيات على مدار اليوم. كنت معكم أنا أحمد الجعفري، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.